الحقيقه كمان قبل ما اروح للمباراه زي ما تعودنا فنيا وتحليليا، امبارح بالليل كان هناك حفل نظمه موقع تتويج. موقع تتويج للكثير اللي ما يعرفش عنه انه موقع تتويج هو اكبر موقع مصري مختص في الالعاب الاخرى ما عدا كره القدم، كل الالعاب الفرديه والجماعيه مختص فيها، ودايما بيكون سباق بالاخبار الحصريه يعني بيسبق كل المواقع الحقيقه في اخباره لانه متخصص في الحته دي. بس موقع تتويج للسنه الثالثه بينظم حفل او بيعمل زي استفتاء قبل الحفل طبعا، ذا بيست او الافضل في الموسم السابق. اتعمل حفل كبير وعمل استفتاء كبير على عبر موقعه على الانترنت، الاستفتاء في احسن لاعب فردي، احسن لاعيبه فرديه، احسن لاعب جماعي، احسن لاعيبه جماعيه، احسن لاعب ناشئ، احسن لاعيبه ناشئه، احسن لاعب عربي. كل الاستفتاءات دي اتعملت على صفحته. بيبقى نتيجه الاستفتاء بتبان يعني في شهر ابريل مايو، والحفله بتكون في مايو زي كل سنه. دي كانت النسخه الثالثه. الحقيقه النادي الاهلي شاهد العديد من الكؤوس او عديد من التميز. دي لقطات من الحفل امبارح واللي اقيم في احد يعني الاوتيلات في مدينه القاهره. خلينا اقول لحضراتكم انه النادي الاهلي امبارح كان ليه الشرف انه لاعبين يعني كثيرين منه حصلوا على كؤوس. يعني عندنا عمرو الجندي حصد افضل لاعب جماعي، عندنا زينة العالمي لاعبه الكره الطائره سيدات حصدت احسن لاعبه جماعيه، وجانا الالفي او جانا الالفي اللي حضراتكم شايفينها في هذا المقطع مع والدها ايهاب الالفي حصدت على احسن لاعبه ناشئه. الحقيقه كان لينا برضو يعني سبق كبرنامج الابطال، وهو تكريمي انا شخصيا هيثم السعيد كافضل اعلامي في الالعاب الاخرى مناصفه مع الاعلاميه نيره الاحمر. الحقيقه انا عايز اتوقف هنا كثيرا، يعني انه اكيد تكريمي او يعني اختيار البرنامج الابطال او اختيار هيثم السعيد ده جاء نتيجه جهد كبير، واستمر لسنوات من عمر هذا البرنامج. يمكن قناه النادي الاهلي كانت اولى القنوات اللي منذ افتتاحها يعني حددت وسمت برنامج الالعاب الاخرى. تغير اسم البرنامج عبر الزمن من اسماء كثيره، تايم اوت، الابطال، العاب الصالات، ملوك الصالات. مر البرنامج بمراحل كثيره ولكن الفكره ثابته، وهو برنامج مختص بالالعاب الاخرى. الحقيقه قبل ما اقول التكريم ده تكريم لمين، لازم الاول الشكر لمجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، اكبر داعم للالعاب الاخرى في النادي الاهلي هو والمجلس بالكامل طبعا. ولكن الكابتن محمود الخطيب اشار في يعني لقاءات عديده انه النادي الاهلي بيحتضن الى 19 لعبه، ما كان برنامج الابطال وما كان هيثم السعيد ليكرم او يتم اختياره كاحسن اعلامي في الالعاب الاخرى لو ما كانش عندنا ابطال، لو ما كانش عندنا فرق رياضيه بتنافس في كل المجالات. وهو ده رسالتنا، فاذا النادي الاهلي هو الاساس، النادي الاهلي هو اللي احنا بندور في فلكه. كابتن محمود الخطيب رئيس النادي كل الشكر ليه، لانه ادانا الفرصه ان احنا نغطي هذه الالعاب والمليئه بالابطال. واكيد طبعا المجلس الاداره، وعمره ما هننسى كمان نائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي معالي الوزير العام فاروق، وهو الداعم باستمرار للالعاب الاخرى في كل مكان وفي كل زمان. هنروح بعد كده لاداره القناه. اداره القناه الحقيقه اللي ادت مساحه كبيره جدا للالعاب الاخرى، واكيد حضراتكم لابسين ده، بشكل كبير، مش بس تغطيات ولكن حجم المباريات التي تنقل وحجم التغطيات اللي حضراتكم يعني اكيد لامسينها عبر الوقت وبتزيد يوم بعد يوم. في البدايه بحب اشكر طبعا المهندس سيف الوزيري الحقيقه اللي داعم كبير جدا للالعاب الاخرى، ومفيش اي حدث مهم الالعاب الاخرى لما بيكون موجود وبيشارك في تنظيمه او بيشارك في فعالياته. طبعا اكيد مش هننسى دور العميد مرجان، سياده العميد مرجان احد اكبر الداعمين كمان، واللي هو ينتمي لاسره الالعاب الجماعيه. عمرنا برضو ما هننسى الكابتن اسلام الشاطر الحقيقه من اكبر الداعمين في قناه النادي الاهلي الالعاب الاخرى. الاستاذ ايهاب الخطيب الاخ، ويعني والاخ يعني مش عايز اقول الصديق، من اكبر الداعمين استاذ ايهاب الخطيب ايضا للالعاب الاخرى. اذا هنا قناه النادي الاهلي ادتنا المساحه، النادي الاهلي ادانا الابطال، قناه النادي الاهلي ادتنا المساحه اللي بيها الحمد لله قدرنا نعمل طفره كبيره للساده المشاهدين وجمهور النادي الاهلي في تغطيه الالعاب الاخرى، واكيد دي حاجه تسعد جماهير النادي الاهلي. الحقيقه كامله الابطال زي ما حضراتكم شفتوا موجوده في الحفل امبارح وغطيناه بشكل كامل، وصورنا تقرير مع كل ابطالنا ومع فعاليات الحفل.
خلينا نطلع للتقرير ده وبعد التقرير فاصل، وبعد الفاصل هستقبل ضيوفي، ضيوف الاستوديو التحليلي لمباراة السوبر المصري لكرة اليد الأهلي والزمالك، ولكن بعد الفاصل. اكيد طبعا النهارده يعني اسعد واحد، وان انا بسجل النهارده مع قناتي وبيتي الكبير قناه النادي الاهلي. طبعا التكريم النهارده كان كاحسن برنامج يعني الابطال في العاب الاخرى من موقع تتويج، وكمان تكريم النادي الاهلي يعني كافضل نادي طبعا في مصر. وطبعا التكريمات دي طبعا ليا الشرف ان انا اكون موجود النهارده، بس الحقيقه التكريمات دي ليها اكتر من معنى. اولا هو تكريم لموقع تتويج نفسه، لأن موقع تتويج الحقيقة ولد عملاق. موقع تتويج أكبر موقع دلوقتي موجود في مصر في تغطية الألعاب الأخرى، فوجودنا النهاردة أكيد ده يعني بدعوة من موقع تتويج. أكيد ده في الأول وفي الآخر هو تكريم للموقع نفسه، لأن الموقع أدى بدور كبير جدا الفترة اللي فاتت. تاني حاجة هو تكريم برنامج الأبطال، دي حاجة أنا سعيد بيها جدا. وقبل ما يكون تكريم لي أنا فهو تكريم لكل المسؤولين في قناة النادي الأهلي، بداية طبعا مهندس سيف الوزيري، العميد مرجان، الكابتن اسلام الشاطر، الاستاذ ايهاب الخطيب، كل المسؤولين في قناة النادي الاهلي طبعا هم اللي كانوا الدعم الاول في الاهتمام بالالعاب الاخرى واديها المساحة الكبيرة على شاشة قناة النادي الاهلي. طبعا تكريم لفريق العمل اللي انا شغال معاه برئاسة الاستاذة طبعا عزة حافظ ومحمد ناجي واحمد رشاد والاستاذ بليغ حمدي والاستاذ طبعا لطفي السقعان، دول مجموعة العمل الحقيقة اللي احنا شغالين معاهم، واللي هم طبعا شايلين البرنامج على اكتافهم. طبعا لكل العاملين في القناه والمسؤولين ايضا، استاذ باسم عزمي، استاذ احمد غنيم، كل دول، استاذ باشمهندس احمد حسن، مش عايز انسى حد. كل ده في الاول والاخر هو تكريم قبل ما يكون لهيثم السعيد كافضل اعلامي، هو تكريم للبرنامج وتكريم لكل اللي اشتغلوا فيه واللي قاموا برساله من حوالي 3 سنين ان احنا نحط الالعاب الاخرى في مكان تاني، وان احنا نبقى مع ابطالنا جوه النادي الاهلي، ومش بس ابطال النادي الاهلي، ابطال مصر كلها، نبقى معهم في كل مكان ونساندهم ونأزرهم. طبعا ليا الشرف ان انا استلمت طبعا بحكم وجودي جائزة النادي الاهلي، ودي يعني ده شرف كبير جدا انا سعدت بيه، والحقيقة يعني مش عايز اقول لك سعادتي قد ايه. وان انا طبعا اكون موجود في اي مكان بيذكر فيه اسم النادي الاهلي اكيد ده حاجة تسعدنا كلها. طبعا ما انساش ان انا اشكركم كمان انتوا طاقم النادي الاهلي وتقوم النادي الاهلي، في سواء في اطقم النادي الاهلي سواء مراسلين او مصورين او مخرجين، كل ده تكريم في الاول والاخر للقناه ككل. انا بشكر كل من ساعدنا، بشكر كل من ساعدنا ان احنا نقدم رسالتنا، بشكر رؤساء الاتحادات كمان اللي ساعدونا ان احنا ننقل الماتشات ونغطي الماتشات بالشكل ده، عشان في الاول والاخر نوصل ان في العاب اخرى بيبذل فيها مجهود قد يفوق في بعض الاحيان المجهود اللي بيبذل في كره القدم. بشكر طبعا كل يعني مسؤول او كل حد ساند الالعاب الاخرى بشكل او اخر، من رجال الاعمال، من الشركات، لان ده في الاول والاخر بيصب في مصلحه الرياضه المصريه، اللي نتمنى لها كل التوفيق في 2024 ان شاء الله في دوره الالعاب الاولمبيه باريس، لان هو ده الحدث الاكبر والاهم اللي احنا منتظرينه، وهو عدد ميداليات اولمبيه اكتر. طبعا انا يعني اكيد شرف ليا ان انا ابقى في تكريم زي تبع تتويج، طبعا جريده كبيره جدا، فبالنسبه لي شرف ان انا ابقى موجوده النهارده. طبعا السيزون اللي فات ده كان من اصعب السيزون اللي عدى علينا، بس يعني احنا الحمد لله قدرنا ان احنا نحقق اكبر بطوله اللي هي الدوري. كان نفسنا ان احنا يعني نحقق الكاس، بس يعني ربنا ما وفقناش، بس ان شاء الله احنا مخططين ان احنا السيزون الجاي ما فيش اي بطوله هتطلع بره النادي الاهلي. طبعا التغييرات اللي حصلت السيزون اللي فات ده ممكن تكون اثرت علينا شويه، بس احنا خلاص يعني من السيزون الجاي ما فيش حاجه هتاثر فينا يعني خلاص. طبعا حاجه كويسه جدا ان احنا نبقى في كومبيتيشن جامده جدا بين، انا بتكلم على جائزه احسن مدرب، ان في كل المدربين اللي موجودين، كل مدرب عمل حاجه كبيره جدا للبلد وخد ميداليات في بطولات عالم او خد ميداليات في الاولمبياد، فدي حاجه يعني كومبيتيشن كانت جامده جدا. احنا بقى لنا تقريبا من شهر 12 لغايه شهر 2 كان في تصويت، ناس كتير جدا صوتت. اليوم كمان النهارده بالذات حلو جدا، لان هو بيقرب كل المدربين واللعيبه والحكام وكده، ان احنا كلنا نبقى عارفين بعض وكنا قريبين من بعض. يوم بصراحة أي حد ممكن هو يتمناه، وأنا مبسوط جدا بالجائزة دي والحمد لله. يعني أنا طبعا فخورة جدا أن يكون موجودة، كمان أن أنا لسه جاية من السفر كمان كام ساعة، فأن أنا أقدر أكون موجودة هنا دلوقتي ده طبعا شرف كبير ليا. وبحب أشكر كل حد على التتويج الجميل ده، يعني صراحة لذيذة أوي.
والله شعور جميل كأب وكمدرب، الحمد لله رب العالمين لسه واصله النهارده، فان هي توصل قبل التكريم بثلاث اربع ساعات دي حاجه يعني كانت مصادفه كويسه الحمد لله، ان هي تيجي وتتكرم وتبقى من تنافس على الافضل الناشئه وهي بقى لها مثلا خمس شهور بره مصر، فالحمد لله الناس متابعين، تبقى دي حاجه كويسه لاي لاعب في الدنيا انه يحس بتكريم حتى لو معنوي، ان الناس متابعاه وفي متابعه وفي تشجيع، فده بيبقى حافز ليها كبدايه يعني، وهي لسه هي النهارده على افضل ناشئه الحمد لله، فدي حاجه كويسه، اللي جاي ان شاء الله يبقى احسن لعيبه بقى ان شاء الله وتعمل حاجه ان شاء الله في كاس العالم مع منتخب مصر، هو ده الهدف الاكبر يعني. الحمد لله احنا ثالث سنه على التوالي بنعمل ذا بيست، هي زي ما انتم شايفين، انا مش عايز اتكلم يعني، اكبر مسابقه رياضيه بقت على الوطن العربي بفوتنج من الجمهور. النهارده احنا بدانا ب 18000 فوت، 45 فوت النهارده الحفله، 200000 فوت، والحمد لله زي ما انتم شايفين امارات، سعوديه، اردن، كويت، الناس كلها مقبله وجايه ان هي تحضر في مصر ام الدنيا، هو الحضاره بتطلع من عندنا، والحمد لله احنا بنقدر نكون رساله بنقدر نرسلها ونعرف بيها ابطالنا في الالعاب الفرديه سواء كان في مصر او في الدول العربيه. حقيقة سعيدين جدا بتواجدنا في احتفالية موقع تويج نيوز لاختيار أفضل لاعبين سواء على مستوى مصر أو حتى على المستوى العربي، وسعيدين أكثر باختيار لاعبتنا دنيا أبو طالب صاحبة برونزية العالم كأفضل لاعبة العربية لهذا العام. حقيقة يعني هذا إنجاز يضاف إلى إنجازات اللاعبة وإلى إنجازات الاتحاد السعودي للتايكوندو، سعيدين وفخورين جدا بهذه الجائزة. والله أنا مبسوطة جدا إن أنا الناس متابعيني وإن أنا بقيت أحسن لاعبة فردية في التكريم دوت، عشان أنا جبت تاني عالم السنة اللي فاتت، ودي كان أول مرة في تاريخ المصارعة نسائية عامة إن بنتي توصل نهائي بطولة عالم. كنت في 2021 جبت برونز، بس السنة اللي فاتت جبت تاني عالم، وبعدها بكام شهر تصنيفي بقى الأول على العالم، وبقيت ثابته الحمد لله لحد الوقت ده ان انا تصنيفي الاول على العالم. فهما شافوا ان انا يعني افضل انجاز ان انا عملته في كلاعبه فرديه، وشايفه ان ده حاجه معنويه كبيره، وان انا بدات الموسم جديد كمان 10 ايام هسافر بطوله، فده حاجه بتديني دفعه ان انا يعني اشتغل على نفسي اكتر. اكيد هو اي رياضي بيبقى مستني ان هو يعني اي تتويج يحصل له، علشان ده بيبقى فعلا نتاج المجهود اللي هو بيعمله طول السيزن، وبجد اتبسطت جدا ان منصه التتويج بتنتبه يعني ان هي تكرم الابطال، ودي حاجه يعني بسطاني جدا يعني.